الصورة الأخيرة جاهزة سيد المخرج، أتمنى تعرضها. نادي القوة الجوية، شعار نادي القوة الجوية، شنو يمثل لك نادي القوة الجوية؟ واقعا يعني أنا بالرجعة نزل الصورة على حالتي بالواتساب، وأنا قليل أنزل، كتبت زين، العودة إلى العشق. الله، نادي القوة الجوية، شوف يعني هو من صنع، يعني فضل الله يعني الله سبحانه وتعالى هو من علينا بنادي القوة الجوية، هو من صنع جبار هاشم. يعني أنا جيت يعني طبيت للنادي، ما عندي لا لحية ولا شوارب، عمري 19 تقريبا، يعني طاب بال20، زين واحتضني هذا النادي الكبير اللي حقيقة بجمهوره. شوف جمهور القوة الجوية، إذا أحب لاعب وصله للمنتخب الوطني. يعني أها خلال مسيرتي مع القوة الجوية، يعني بدعم من الجمهور، يعني حقيقة يعني والفضل لله سبحانه وتعالى، يعني حققنا بطولة دوري، بطولة كأس، لعبنا منتخب آسيوية، يعني صاحب فضل كبير. يعني يعني حقيقة من دخلت إلى أرضية الملعب يعني شلت حفنة من التراب القوة الجوية قبلته، يعني لأن هذا أها النادي صاحب فضل كبير، وأتمنى له يعني حقيقة يعني سواء بوجود جبار هاشم أو بوجود أبنائه، أنه هذا النادي نادي يبقى معطاء للكرة العراقية. القوة الجوية يعني نادي حقيقة دائما ما يرفض المنتخبات الوطنية أو يدافع عن ألوان الكرة العراقية، نادي كبير بكل شيء.